معاكم احمد يونس على راديو 99، وجات لي رساله بتقول ايه يا يوسف كانت البرلين؟ والحقيقه في البرلين. والحقيقه معانا جديد جدا 7 صفحات على الراديو 99. قبل اسمه البرلين انا ما اعرفش. انتوا اللي هتحددوا اسم البرلين. لان انا محتاج مساعدتكم في البرلين. تحية لأفضل مذيع راديو أحمد يونس. فين جمهور الراديو معانا؟ في كاميرا تقوم هنا. طبعا مساء الخير على الناس الموجودين كلهم. دايما مذيعين الراديو بيبقى لهم حته لوحدهم كده، دايما كنا نقول عليهم في الظل، لكن باستفتاء زي استفتاء دير جاز وزي المؤسسه المحترمه اللي دايما بتختارني الحمد لله بناء على تصويت الجمهور، بقى مذيعين الراديو ليهم وجود الحمد لله. انا بهدي النجاح ده للمؤسسه الجميله اللي انا بشرف ان انا بشتغل فيها، الراديو 90 سنين. لهم كده دايما كنا نقول عليهم في الظل، لكن باستفتاء زي استفتاء دير جاز وزي المؤسسه المحترمه اللي دايما بتختارني الحمد لله بناء على تصويت الجمهور، بقى مذيعين الراديو ليهم وجود الحمد لله. انا بهدي النجاح ده للمؤسسه الجميله اللي انا بشرف ان انا بشتغل فيها، الراديو 90 سنين، لانها اذاعه محترمه جدا وانا فخور جدا ان انا فيها، وبهديها لكل واحد من المستمعين اختارني، وبهديها للمؤسسه الجميله مؤسسه مصر الخير اللي اشتغلنا مشوار طويل من اعمالنا. شكرا.